عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في روح القائد. اليوم ما بقول لكم العنوان، بخليه آخر القصة. أذكر أبوي طالع التلفزيون وكان متحمس يشوف مباراة، شغف كرة القدم. وخلال المباراة دخل ابن الصغير قال لأبوي أباك كذا، أبوي أباك كذا. الريال تشتت لأبو، قال له تعال ولدي بعطيك شيء أبيك تحله، وإن حليته بعطيك جائزة. يابله جريدة، هذه الجريدة فيها صورة خريطة العالم. قال لأبوي اسمع، أنا الآن بشقة على طول وعلى عرض، وأبيك تركب لي إياها، وإن ركبته بعطيك الجائزة مثل ما وعدتك. قطعها ورماها برا على الغرفة. رد لأبو متحمس يتابع الكرة، سبحان الله دقيقتين يا الولد. أبوي أبوي، قال ها ايش فيك؟ قال أبوي وين الجائزة؟ قال شو سويت؟ قال حليت لك إياها. قال أنا أعطيتك خريطة العالم تحلها، أنت شو سويت؟ قال أبوي أنت ما تدري، أنت لو تشوف الطرف الثاني بشوف صورة إنسان، أنا ركبت هذا الإنسان والدنيا كلها تركبت. إذن دور طفل قائد في بيتك. حياكم الله ونشوفكم إن شاء الله في حلقة ثانية.